قول يا تكتيك احارب وارمون يا تكتيك واقعد بيان بالقرآن 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 رح نحط ضام الصلبان رح نحط ضام الصلبان رح نحط ضام الصلبان رح نحط ضام الصلبان انت من يا صلاح الدين انت من يا صلاح الدين تحررنا من الصليبيين تحررنا من الصليبيين تحررنا من الصليبيين تحررنا من الصليبيين شهداء انا وانت اللي اسلمنا فداء انا وانت اللي اسلمنا فداء يا كامل يا ليك فداء يا كامل يا ليك فداء بكره الجنة للشهداء بكره الجنة للشهداء اسلامية 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 اديني سامر وصية اديني سامر وصية اسلامية 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 مطرح ضمن الاسلامية مطرح ضمن الاسلامية الكنيسة دي مصرية عتابتها ليه حصرية عتابتها ليه حصرية إرهابية 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 الكنيسة إرهابية الكنيسة إرهابية الكنيسة دور عبادة الكنيسة دور عبادة مش مقابل القيادة مش مقابل القيادة من دينينا من دين الله من دينينا من دين الله مش نودا بيجيب سلاح مش نودا بيجيب سلاح خايف من تفتيش ليه الكنايس فيها ايه الكنايس فيها ايه الاسلحة بتيجي منين الاسلحة بتيجي منين والشهداء بيخبيها فين والشهداء بيخبيها فين السادات كان عنده حق السادات كان عنده حق لما قال للشهداء لا لما قال للشهداء لا السادات كان عنده حق مفيش بديل كمالية كمالية مفيش بديل المسلم حر مش دليل المسلم حر مش دليل كمالية كمالية مفيش بديل كمالية كمالية مفيش بديل